فلنتق الله عز وجل، ولنقرر التوحيد في قلوب النشئ، وألا نغفل عن تعليمه ولا عن تدريسه ولا عن مسألة الناس فيه، لأنه ورب الكعبة هو الذي يوجب الأمن والخير والاجتماع. أهل الشرك لو اجتمعوا يجتمعون على دنيا. قال الله عز وجل فيهم، في أهل الشرك: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل التوحيد وأهل الإيمان فهم مجتمعون ظاهرا وباطنا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاجتماع الأمة على التوحيد موجب لاجتماع قلوبها، ولا تجتمع القلوب إلا على التوحيد. لو اجتمعنا على المصالح فإن المحبة تنتفي عند انتفاء المصلحة، أما اجتماعنا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحت أئمتنا وولاة أمرنا، فهو الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل، وهو الموجب لأمننا وأماننا.